غادي تبقاي تدعي معايا طول حياتك، فين ما شفتي راسك تقولي سير اختي ام ياسين لهلا يحرك فيك عظم على هاد الكريمه هادي وعلى هاد الوصفه اللي مكوناتها ببساطه البنات والنتيجه ديالها خيال، شي حاجه واعره واعره البنات اللي تبيض البشره التصفيه ديالها اللي تتحيد لنا الشوائب تتحيد لنا الجلد الميت تتحيد التصبغات، ومن اول استعمال اللي عندها الخطبه اللي عندها العرس اللي عندها شي مناسبه قريبه عليك بهادي راه غادي تخليك حاله فمك فراسك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، جمعه مباركه وشعبان مبارك يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله رجعت لكم بالفيديو اللي كتطلبوني عليه بزاف ديال البنات كيطلبوني ساكن بالحاح، كيقولوا لي رجعي لينا بشي وصفه زوينه اللي تصفي لينا الجسم ديالنا والوجه ديالنا من التصبغات وشي حاجه اللي تكون طوب. دائما ولفت لكم شي حاجه اللي واعره ودائما شي حاجه اللي هي طوب وشي حاجه اللي هي سهله. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم واحد الوصفه من الارشيف من شي حاجه ديالي خاصه غادي نتشاركها معكم كما موالفه معكم ديما، شي حاجه طوب البنات، شي حاجه واعره ماجيك بالنسبه للتبييض وبالنسبه للازاله ديال التصبغات كتصفي البشره. ونقول لكم اللي عندها شي مناسبه قريبه يعني واحد العرس ولا واحد الخطوبه واحد المناسبه عندها بعد 15 يوم ولا سيمانه عليك بهادي راها سريعه في المفعول ديالها. غادي نبداو دابا البنات على بركه الله نوريكم المكونات ونوريكم كل شيء، نتمنى تتبعوا معايا الطريقه تتبعوا معايا كل شيء باش ما تزقلوا حتى شي حاجه. وتنشكركم على الدعاء ديالكم والتفاؤل ديالكم والسؤال ديالكم عليا والتواصل ديالكم معايا، شكرا لكم كنبغيكم بزاف 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 البنات بزاف. وديروا لايك لهذا الفيديو بارطاجيوه وخليوا لي التعليق ديالكم راني ما كنخلي حتى شي تعليق ما كنقراش. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجوها البنات اولا المكون الاول اللي غادي نحتاجوها البنات، سمعوا معايا مزيان وحلوا ديناتكم، غادي نحتاجوا هاد الصابونه الرائعه. هاد الصابونه اللي سميتها ما راه صابونه عالميه يعني غادي تلقاوها في كاع الدول يعني اللي كتبعوني من دول اخرى من غير المغرب راه غادي تلقاو هاد الصابونه هذه. اللي ما لقاش هاد الصابونه هذه راه غادي يدير في بلاصتها صابونه جونسون. على العموم اللي بغاتها غادي تواصل معايا على الرقم اللي كيظهر على الشاشه لان هي كاينه عند اوريفلام كما كتعرفوا انا راني يعني كناخذ المنتجات ديال اوريفلام. بالنسبه لهاد الصابونه البنات راه زوينه مرطبه ومبيضه بجوج كترطب وكتبيض وزوينه الصراحه. انا مجربه كاع المنتجات ديال ما راه زوينين هاد لا مارك هادي راه زوينه بزاف البنات. كما كنت قلت لكم اللي بغات تخدم في اوريفلام ولا بغات تقدم منه تواصل معايا على الرقم اللي تيظهر على الشاشه، الصراحه تدير عروض زوينين ومنتجات واعره لا ديال الكلف لا ديال النمش لا ديال التبييض لا ديال التجاعيد لا ديال الشعر كل شيء البنات. الصراحه انا جربت من عندهم بزاف ديال الحوايج عندهم منتجات واعره. بالنسبه للاخوات اللي ما تمكنوش كاع انهم لا يتواصلوا معايا ولا ياخذوها غادي ديروا صابونه جونسون، عندنا غرض حنا بشي صابونه تكون تترطب بزاف 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 وتكون يعني ما فيهاش مواد كيماويه كثيره. غادي ناخذوها البنات هاد الصابونه هذه غادي نفتحها معكم، صراحه راه فيها الريحه زوينه، انا هي اللي حاطه دابا في الدوش صراحه هي اللي عندي كنستعملها انا هنا في الدار بزاف. كاينين صابونات اخرين ولكن هذه راه زوينه. غادي نشدوها البنات غادي نبشروها، غادي نبشر انا غير النص ديالها والنص غادي نطرفو وغادي نقول لكم اشنا هما المكونات الاخرين. بعد ما كنبشروا الصابونه ديالنا البنات ها هي درت انا غير النص كما قلت لكم، الا بغيتو ديروا كميه كبيره ديروها كامله، غادي حتى هذا راه غادي يعطيكم كميه كبيره غير وكان تبعوا معايا المراحل باش تفهموا. هنايا البنات درت واحد نص كاس ديال الحليب هذا كامل الدسم. البنات اللي ما بغاوش يستعملوا الحليب في هذه الوصفه غادي يستعملوا ماء الورد، ماء الورد غادي يشوفوا شي ماء الورد يكون مزيان ويستغناو على الحليب، ولكن انا تتعجبني بالحليب البنات منها تبيض ومنها ترطيب، فهمتوا كيفاش؟ حتى ماء الورد غير هو الحليب افضل واحسن. غادي نديروا هنا محداد الحليب يلاه باقي سخون، شوفوا البنات البخار ديالو فيضته فاش كيفيض مباشره تلوحوا فيه هاد الصابونه وهي مطحونه. عرفتي هاد الكريمه هادي ديال التبييض بالصابونه راه واعره البنات، راه سبق ليا ودرتها لكم بضوف يعني شكل اخر، انما هادي راه قلت لكم اللي عندها شي مناسبه فمن هنا سيمانه من هنا 15 يوم من هنا عليها بهذا. هاد الشيء البنات غادي نشدو انا غادي نضربو وباش نختصر الوقت غادي ندير ليه الميكسور الخلاط بالزربه غادي تولي ليا كريمه ونرجع معاكم. بعد ما كيولي الخليط كريمي معنا البنات شوفوا شتو تيولي ثقيل شتو تيولي على شكل كريمه هكذا. اشنو كنديرو؟
الا عندك البشره الجافه تبعي معايا مزيان لا فيديو باش ما يجيونيش هاد الاسئله في التعليق. بالنسبه الا عندك البشره الجافه عليك بزيت الجليسيرين وزيت الارغان هاد جوج انك تضيفي هنايا خمسه د القطرات من هنا وخمسه د القطرات من هنا. عندك البشره الدهنيه ما ديري حتى شي زيت صافي. انا بالنسبه لي لهنا غادي ندير شويه ديال الزيت هكذا واحد شويه يعني واحد راس معلقه كما شفتوا معايا هنا ماشي بزاف للترطيب لان كاينه اللي كدير الصابونه وكتنشف ليها الجلد ديالها. الحاجه اللي اختياريه في هذا الماسك هذا هي اوكسي البنات اوكسي ماشي هاد الخنيشه الصغيره كيكونوا زوج ملاصقين بحال هكذا حنا كنحيدوا هذه كنخدموا بهذه. بالنسبه للاوكسي هنا البنات راها اختياريه سمعوني مزيان راه ممكن تكملوا معايا هاد الكريم هذا بلا اوكسي واللي بغات النتيجه السريعه 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 بزاف انتم غادي تشوفوها حتى على يدينا تشوطوا ليا راها خاصها تزيد اوكسي غير سمعوني مزيان. انا غادي نضيف اوكسي هنايا ونرجع معكم غادي نزيد انا هاد الخنيشه ديال اوكسي كامله هكذا. شوفوا المكونات سبق لي درت معكم واحد الكريمة ديال اوكسي واعره البنات هذيك وتشوفوا واش حيدات ليا من البشره ديالي لاطراس ديال الصنداله كل شيء اي منطقه عندك فيها تصبغات ديري ليه. واحد الحاجه اللي غادي تجيكم غريبه هنايا اشنا هي هي كريم الحلاقه هي اللي كيديروا الرجال لوجههم. الا ما عرفتيش القيمه ديال هذه التبييض ما عرفتي حتى شي حاجه شي حاجه واعره البنات تعطيك واحد البشره رطبه وزوينه. غير انا كنستعمل ديال هاد الصابونه مانيت هذه اللي استعملت معكم دابا اللي حليناها كنستعمل هذا ولكن التلاليه فهمتوا البنات هذا كنكومونديه دابا راه مازال ما وصلتنيش لا كوموند فاش توصلني ونتشاركها معكم. الصابونه ديال الماء والكريم الحلاقه ديال الماء المهمه البنات اللي بغاتو راه غادي تقولها ليا في التعاليق ولا غادي تواصل معايا في الواتساب على الرقم اللي تيبان لكم على الشاشه. ما لقيتوش غادي تاخذوا حتى هذا راه زوين غادي نديروا منه مقلقه البنات غادي نديروا منه مقلقه داك الكريم اللي كيديروا الرجال لوجههم باش كيرطبوا على حساب الحسانه. غادي ناخذوا البنات هاد المكونين اللي هما اوكسي مع كريم الحلاقه وغادي نخلطوهم مع بعضياتهم مزيان وندخلوا ديك الزيت في المكونات ضروري اننا ندخلوا الزيت في هذا الشيء هذا باش ما تنشفش لينا البشره ديالنا. كما كتشوفوا معايا هذا الشيء راه يعني تالك ولا زوين ولا على شكل كريمه يعني ولا جاهز. انا غادي نوريكم بالضبط اشنو خصنا نديرو واشنو يمكن لينا نضيفو ليه يعني الحاجه اللي هي اختياريه هنايا هي اوكسي زائد هذا المكون هذا النيله اللي بغات تخلي الخليط بيض هكا اولا عندها حساسيه من النيله الحره ما ديرهاش واللي بغات تزيدها راها زوينه راها كتسقل البشره النيله راها زوينه بزاف للتبييض. الحاجه اللي بغيتكم انا ديروها في النهايه ما ديروهاش في البدايه هي الحليب المجفف بحال دابا بغيت نستعمل لوجهي غادي نهز واحد شويه انا نديرها معكم دابا غادي نهز واحد شويه غادي نديرو في واحد الزليفه صغيره واحد الاناء صغير وغادي نزيد فيه نيدو ياك ونخدم. علاش باش تبقى ليا هذه العمر ديالها طويل الا درنا ليها الحليب المجفف غادي تخمر بالتالي ما غاديش تديك واحد السيمانه ولا صافي دغيا خاصك تلوحيها تخلصي منها ما تفوتش لك 4 ايام فهمتوا. انما لا خليتوها بحال هكا راه صافي يعني راه غيتهني منها ما تخافيش منها ديرها غير في الباب ديال الثلاجه اون فوا تبغيها جبديها. المهم البنات شوفوا القوام ديالنا كيفاش كيولي عندك اختيارين اللي هما هنايا ماشي ضروريين عندك اوكسي وعندك النيله الزرقاء. بالنسبه للاوكسي الا كنتي بغيتي النتيجه سريعه بالزربه 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 ديريها كنتي ما مزروباش بغيتي تثقلي الجسم ديالك بشويه بشويه حتى هي راه تعطي النتيجه ماشي ما تعطيش غير وكان تنقول لك انا واحد النتيجه ديال فيه به هي علاش كنهضر تنقول زيدوا اوكسي. بالنسبه للحليب المجفف هذاك راه ضروري واللي ثاني اختياري البنات هو النيله الزرقاء. دابا غادي ندوزو لطريقه التطبيق. الا كنتو البنات بغيتو ديروا الجسم ديالكم كامل صافي بلا ما تخليو كل مره ديروا شويه غادي تجيبوا حداكم الحليب المجفف وغادي تزيدوا منه هنا. انا غادي نحاول نخوي منه هنا باش ما نخشيش المعلقه فيه نخسرو كامل. غادي ندير هنا تقريبا معلقه ونصف هاد الكميه اللي درت انا راه درت غير نص كاس ديال الحليب البنات ما امرتوش فهمتوا. غادي نخلطها وضروري ديروها في قرعه الزاج ما ديروش قرعه ديال الميكا صافي واحتفظوا بها. تبيتو تدوشوا ديروها نهار قبل ديروا واحد اليومين لنهار قبل هكذايا طبقوها وعاودوا طبقوها باش تمشيو للحمام غادي تشوفوا كيفاش غادي تخرجوا. كنتي بغيتي ديريها على الحمام راه ما كاينش اشكال هانتوما غادي تشوفوا انا نطبقها معكم. بالنسبه للاخوات اللي غادي يقولوا لك لا اوكسي تضر الوجه تدير اللي عندها الحساسيه منها ما ديرهاش ولكن ما تعممش
انا راه كنديرها، انا كنديرها لوجهي كي جاكم، يعني ما عنديش معاها مشكل. يعني ماشي واحد الحاجه ما وافقتنيش، انا ما غتوافقش كل شيء. اوكسي راه ماشي شي حاجه اللي خايبه، راه عاديه بحال كاع الكريمات. صافي دابا غادي ندوزو باش نطبقوها. مثلا بغينا نطبقوها اليد البنات على اليد ديالنا، غادي نهزو واحد الكميه. صافي اصلا هي تتالك البنات. صافي وغادي تبداو البنات طبقوا فيها هكا بدليك، وانتم كدلكوا يدكم مزيان. انا يدي صراحه راك لو دق ولاو مشوطين من هنايا جهه بودي. صافي وغادي تبداو تحكوا وهي حدايا وانا تنزيد. ديروا واحد الطبقه رقيقه وحكوا عاد باش تزيدوا، فهمتوا البنات؟ هانتوما البنات اللي بغات تخدم على راسها في اوريفلام راه فيها ما يدير. راكم شفتوا يعني لي كادو اللي جاوني من هذا الشهر، وراه فيها الصالير. شي نهار غادي نقول لكم الصالير ديالها شحال، نوريكم الارباح، نوريكم الطريقه ديال العمل فيها، كيفاش تستافدوا منها من ناحيه ديال لاسينيسيس ان شاء الله، وديال المقاول البطاقه ديال المقاول الذاتي، كيفاش يعني الطريقه ديال الخدمه ديالها بالتفصيل ان شاء الله. بالنسبه للبنات اللي بغاو يلتحقوا بينا الجروب، مرحبا ادخلوا عندي لهذا الرقم اللي تيظهر كما قلت لكم على الشاشه. ها نتوما شوفوا البنات، ندير حتى اليد الاخرى وانا تنبرك البنات، راه تنبرك. ديري رجليك، ديري وجهك، ديري اي بلاصه بديريها ديريها. كيما قلت لكم اللي ادى الوجه ديالها البشره ديالو ناشفه، ما غاديش دير الوصفه بلا زيوت، ضروري من الزيوت. يعني دير زيت الارغان وزيت ولا اي زيت تتوافقها البشره ديالها. لما عندك حتى شي زيت ديري بعدا زيت زيتون، راها حتى هي مزيانه مع هذا الماسك. ما لقيتش زيت الارغان وزيت الجليسيرين. غادي نزيد دابا واحد الطبقه البنات. شوفوا راه درت طبقه مهمه، شوفوا كيف بدات كتشرب، شفتوا؟ بعد انا راه تندلكها. ديروا يديكم، ديروا مرافقكم، ديروا تحت الابيض، ديروا الرقبه. البنات اللي عندهم العنق ممرضهم غادي يديروا. انا نديرها معكم على وجهي باش تعرفوا بان اوكسي راه ما كدير حتى شي حاجه. انتم البنات غادي تجيبوا واحد شويه وبداو تطبقوا فيه بحال هكايا. ديروا هذه حداكم بحال هكا، نتوما تتهزوا نتوما تطبقوا. بركوا البنات، فهمتوا؟ ماشي غير ديروها سطحيه. هاد البلايص اللي يكونوا فيهم الرؤوس السوداء والبيضاء كشاش نركز عليهم انا بزاف. هنا دابا مع الفولارة، نتوما ما غتكونوش دايرين الفولار وصلوا حتى لجهة الشعر، متخافوا منها ما والو، بعديها من عينك. كونتور دي زيو ما توصلوهش، فهمتوا البنات؟ ديروا الجبين ديالكم، ديروا كل شيء. مي انا هنايا راه كنحضر على حساب الفولار ما نوسخوش، فهمتوا البنات؟ صافي دابا بعد ما كنطبقوها الجسم كامل او الوجه ولا غير اليدين ولا المنطقه اللي عندنا فيها الكحوليه، غادي نخليوها واحد 20 دقيقه، حيت دابا الحال بارد ما تتبغيش تنشف بالزربه. هانتوما راه بدات تشرب البنات، شوف شوفوا يدي هنا كيف بدات كتكمش. حاولوا ما تهضروش باش تكونوا دايرينها في وجهكم، حاولوا ما تكلموش باش ما تخليش لكم الوجه ديالكم مكمش. صافي غادي نخليها انا 10 دقائق البنات، نتسنى طليها ونتسنى طلع ديماتي مزيان، عاد غادي نرجع معكم باش غادي نحيدوها ونوريكم الطريقه كيفاش. هما البنات انا رجعت معكم بعد ما نشفات، شوفوا صافي ما بقاتش يعني فازقه. يعني هكا خصكم ديروا حتى تتمسوها تلقاوها نشفات وتتحسوا بها تشقات البنات. شوفوا كيفاش تتشقق، شفتوا؟ هذه راه ناشفه وجهي ما قدرش نهضر به، تنحس به مجبد. صافي شنو غنديروا دابا البنات؟ غادي نبداو تنفركوها. ما شاء الله الله اكبر. ها شوف 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 شتو البنات، ما ديروهاش وتحيدوها في البلاصه، خليوها تنشف وانتي تتفركي هكذا. ولا جيبي حداك دقيق محمص حيت تحطي فيه يدك وحيدي به، ولا الدقيق ديال الروس. شوفوا البنات
كنتمنى يكون تيبان لكم اش الواقع. شوف شوفوا صافي كتستمروا هكذا البنات نتوما كتفركوا البلاصه اللي كتلقايها من شفاش بحال هنا راه ما كتبغيش تفرك ليك. كما شفتوا البنات حيدنا لي يدينا واخا يبان لكم هنا راه حيدنا ليه كلشي ما فيه والو اترجعي تحكت سبي باقي تينوض ها شفتوا ها نتوما التجربه قدامكم شفتوا ها ما حدك كتقيسيه هو مازال تينوض ما ديروش غير فركه وحده ديروا ثلاثه ها نتوما البنات وجيتها هو راه غادي نحيد ليه بنفس الطريقه ها شفتوا يعني شي حاجه واعره البنات باش قلت لكم انا نزيدوا ليها اوكسي اوكسي راه ما تيدير والو للوجه فلا شويه الله كديري كتحسي وجهك سخون عادي صافي غادي نفرك وجهي حتى هو بنفس الطريقه نغسله ونرجع معكم. انا رجعت معكم البنات بعد ما غسلت وجهي وغسلت يدي قسما بالله الا تنغسل في يدي نتوما دابا ما حلفتونيش وكنشوف لاطراس لاطراس ما بين البلاصه اللي درت واللي ما درتش يعني نتوما مع الكاميرا دابا ما تيبانش لكم مزيان ولكن انا تنغسل في يدي وتنشوف هذاك الحد شوفوا تبارك الله وجهي البنات كي ولا شو تبارك الله ما بقاش عندي ديك الحروشيه كنت كندير هكا كنحس بهنا حرش وهنا ما بقاتش وتنحس بوجهي نائم راه ما درت لا زيت لا والو البنات عادي وتنحس به ملس اما كاين لا فون دو تام لا فلاش لا فلتر لا والو راه عادي الوجه ديالي البنات شوفوا يديا واش هكا بديت معكم التصوير رجعوا للبدايه ديال لا فيديو صراحه راه اللي بغى السرعه في النتيجه عليه بهاد الوصفه هذه اللي درت معكم اليوم شي حاجه واعره البنات واعره واعره تخليك بالعقل تنحس انا بالوجه ديالي دابا نقي 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 بزاف الصراحه الله تنتمنى انكم تجربوها تنتمنى انكم ديروها وتردوا عليا الخبر في التعليق وفي الخاص راها شي حاجه واعره البنات تنحس بوجهي ملس 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 بزاف ويديات هما تنحس بها منقايه يعني كاع تحيد لك هذيك دابا هي اللي زوين فيها فاش كديريها وكتخليها تنشف وتبداي ديري ليها بحال هكا كتحس تشوفي يدك ولات هكا ما فيهاش الكريم وفاش كتزيدي كتحكي كيزيد كينوض عما تينوض وتينوض الطبقه الاولى اللون ديالها غمق من الثانيه وغمق من الثالثه وغادا ما كيبغيش يتحد ليك هذاك داك التفرتيت اللي كينوض وداك الجلد الميت ودوك الوسخ ودوك التصبغات كما تنقولوا داك الصدا وداك الشيء غادي تهني منه تنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم الفيديو تهلاو في راسكم والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.